بس انا خارجه من البيت تقريبا من الساعه 5 الا ربع، بس في لجان كتير في الشوارع، والنهارده الماتش ان شاء الله يا ربي نكسب ما اعرفش مين. خلص تعالى. فانا بعتذر جدا جدا جدا، بس المكان النهارده مكانكم، وانا اللي جايه عندكم مش انتوا اللي جايين لي. فانا بشكر كل الصحافه اللي معانا وجاهزين لاي اسئله، ويا ربي النهارده يكون يعني مش تعارف، عشان احنا بنعرف بعض من زمان اكيد. وبشكركم علشان دعمتوني كتير في مصر هنا بلدي التاني، ومبسوطه ان انا معاكم النهارده بجد عشان كل الصحافه. يلا نبتدي المؤتمر بتاعنا كلنا. اتفضل. خلصت البوم تراثياتي كلوديا، وكان المفروض انه ينزل بعد عيد الفطر، بعد شهر رمضان المبارك، كان المفروض ينزل على عيد الفطر المبارك. المهم اللي حصل ان انا كنت خلاص ان انا بجهز فيه، واعلنت عن ده. هو البوم عباره عن 15 غنوه من التراث العراقي. فاللي حصل اتصال مع احد الشركات اللي كنا بنعرفها، شركه ميلودي، وقالوا انه احنا ننزل السنجل اللي انا عاملاه في ميني البوم او ضمن ميكس ميلودي. فبصراحه مش مبدئيا ما عجبتنيش الفكره كتير، قلت لهم انا كده كده عندي اغنيتين، فممكن ننزل ثلاثه اغاني عراقيه وثلاث اغاني مصريه وننزل. فقالوا لي لا، احنا هناخد الالبوم ده الاول، والبوم التراثيات لازم انت تاجليه شويه. فتم الموضوع بما انه انا اعتبرتها فرصه في الوقت اللي احنا فيه ده، بما انه شركات الانتاج يعني مقله في موضوع الانتاج وفي شحه في الموضوع ده. فانا اعتبرتها فرصه واتبسطت فيها، وما فيش مشكله. الالبوم نازل قريب كمان ان شاء الله على سنه 2011، وكده كده اركز فيه اكتر علشان يتقدم بشكل صحيح. شباب انا عملت حوار معاكي، قلت انك انت مأجله مشروع التمثيل والدخول في الوسط الفني الخاص بالتمثيل. اوكي. اللي حصل انه موضوع لقب عشتار الشاشه، وهي آلة الحب والجمال، وموجود تمثالها في العراق، فده مش انا اللي لقبت فيه نفسي، الناس لقبتني فيه في بلدي العراق. فاكيد انا هفضل اي حاجه يلقبوني فيها الناس انا هحبها، علشان دي نبعه من حبهم. بعد تجربتي مشاعر في البورصه، فاجلت الموضوع عشان اتفرغ للغناء، وبنفس الوقت اكون مركزه فيه. واول ما ابتديت اركز فيه الحمد لله الموضوع بدا يعني يديني نتائج ايجابيه. فمأجله الموضوع لغايه ما يجيلي كمان ادوار، دور حلو، دور اقدر اقدمه بشكل جيد، بما انه انا قدمت مشاعر في البورصه من غير انا ما اذاكر التمثيل ومن غير انا ما اخد اي كورس. فالحمد لله الفتره اللي راحت قمت بس حسب مين المخرج، مين الشخصيات اللي قدامي. بس اكيد انا اتمنى انه اقف قدام الزعيم عادل امام، عشان هو يعني بالنسبه لي امل كبير اتمنى ان احققه. اراء سلبيه انا هحاول ان انا تكون ايجابيه في المستقبل، واي حد رايه سلبي لازم شويه شويه اتعلم منه ليه علشان تبقى اراءه ايجابيه. بالنسبه لتجربتي في ملكه جمال العرب، انا كنت عايزه احترف الغناء من انا وصغيره، لكن عيلتي ومامتي هي قاعده قدامكم كانت رافضه الموضوع نهائيا، علشان احنا ما عندناش في العيله حد فنان. لكن بعد تجربه ملكه جمال العرب بدا الموضوع شويه يختلف، علشان بقيت بمرحله عمريه اعتمدت فيها على نفسي، وخصوصا ملكه جمال العرب ده بيخليك تواجه حاجات كتيرة، منها ان فيها قافلة الخير العربية، تقابل الظروف السلبية اللي بقابلها مجتمعنا العربي. فالحمد لله قدرنا نحقق شوية نجاح للقب، وكانت تجربته اكيد ايجابية بالنسبة لكلوديا وكسيبي ليا. لكن ما فيش لقب فتح ابواب عليا انه انا بقى سهل ان انا اذا طرح اسمي قدام الصحافه تعرف مين كلوديا. ومن ثم انتقلت لمرحله الغناء. لكن تقول لي انه اللقب كملكه جمال العرب احصل منه على احسن مطربه او على احسن ممثله، لا، كل حاجه منفصله عن الثانيه، علشان في ناس ممثلين كبار اما احترفوا الغناء الموضوع ما كانش بالنجاح الساحق اللي حققوه، وفي ناس حققت النجوميه في كل طرق الفن اللي هم اختاروها.
هو عايز اقول لك بس ياسر قصده يعني في حاجه لئيمه في سؤاله. ايوه بيقول لك ان انت دخولك مسابقه جمال. نعم. ده تاشير الدخول للفن بشكل غير مباشر؟ لا يا استاذ، هو ما كانش موضوع تاشير الدخول خالص، هي الموضوع جاء معايا بالصدفه البحتة. انا بجاوبه بنيه طيبه مش اكتر. لا لا انا بتقبل سؤاله، ما كانش الموضوع جاء بالصدفه. بما انه مس عرب وورد او ملكه جمال العرب، كان في شروط المسابقه كانت بالنسبه لي سهله، وكان بالنسبه لي يعني متاح لاي بنت عربيه انه تشارك فيها، بس فانا اشتركت فيها وحصلت على اللقب الحمد لله، وكنت يعني قدرت اعمل اي حاجه بسيطه. لا ما كانش هو السبب، لكن كان سبب في شهرتي من ناحيه ثانيه، لكن ما كانش هو المدخل. ورأي استاذ محمد فاروق بقى في الظاهره الغنائيه دي يا استاذ محمد؟ حتى لو مهما كان لازم تجاوب بكل امانه. لا طبعا يا كلوديا، احنا اعتقد ان احنا كبرنامج شوشره اول ناس التقينا بيها، وده كان يعتبر نوع من الدعم. ما ينفعش نقيم حد لسه بيبدا في مجال معين، يعني احنا محتاجين ان هي تاخد فرصه تثبت هي بعد كده بقى نجاحها او عدم نجاحها، ده حسب امكانياتها ومواهبها. انما حاليا احنا في مرحله الاستقبال، ما نقدرش نقيم الا بعد ما نسمع كويس ونتاكد ان هي عايزه تقدم حاجه جديده او مختلفه عن الموضوع. نرحب بالفنانه كلوديا او اشطار الشاشه، مبروك على الاول على الالبوم بتاعك، وكلمينا على الالبوم بتاعك. اهلا وسهلا بيكم، انا مبسوطه ان انتوا النهارده معايا. الالبوم عبارة عن 6 أغاني، 3 عراقي 3 مصري، اتعاونت فيهم مع أهم شعراء موجودين في مصر، ومنهم الشاعر هاني عبد الكريم وحنان النصر وكاتلحين عصام إسماعيل والحان مظفر الأمير، وكتوزيع من مصر الموزع خالد نبيل وهاني يعقوب. أما بالنسبة للعراقي مع الشاعر الكبير طبعا حامد الغرباوي ومحمد الخطاب، كالحان مظفر الأمير، كتوزيع ميثم علاء الدين وحامد صالح. افتقدنا الصوت العراقي من ساعة قاسم الساهر، يعني قل شوية من ألبوماته، والحمد لله نزل ألبوم قريب، بس انت هتكون الصوت الإنساني للعراق، فازاي هتوصلي صوت العراق للشعب المصري، للشعب المصري والشعب العربي كله؟ والله أتمنى، يعني دي مهمة كبيرة وصعبة بالنسبة لي، ومسؤولية صعبة بالنسبة لي. أتمنى أن أنا أقدر أوصل، بس احنا عندنا فنانات كتيرة في العراق وعندنا أصوات عملاقة بالعراق، أتمنى أنه هي تظهر عربيا علشان الساحة تبقى يعني فيها أصوات عراقية كتير مش بس كلوديا. عاوز أعرف منك السينما بالنسبة لك هتعملي فيها إيه اليومين الجايين دول؟ السينما بالنسبة لي مشروع مؤجل شوية، عشان أنا متفرغة ألبوم تراثيات كلوديا ومتفرغة للغناء، علشان هو ده حلمي اللي أنا كنت بتمنى أن أنا أحققه. فإن شاء الله لو تقدم لي دور مناسب، بس مش دلوقتي لسه شوية. ملكة جمال العرب كانت جواز سفرك للشاشة المصرية والشاشة العربية؟ هي كانت يعني جواز سفر لدخول قلوب الناس أولا ثم قلوب المصريين. بحب اللقب ده جدا وعزيز على قلبي جدا، اكيد بعتز ان انا اخدت المس عرب وورد. عاوز اعرف منك هتبقي سفيره ازاي للعراق ان انت تبيني مشاكل الوطن العربي؟ مسؤوليه كبيره سفيره، انه انا ابقى سفيره عراقيه مثلا زي انت مع حضرتك بتقول. المشاكل معروفه من غير ما انا انقلها بصراحه، المشاكل معروفه وكل وطن العربي حاسس بمعاناه الشعب العراقي. اتمنى يا ربي تنزاح الغمه اللي موجوده على بلدنا وعلى وطننا وعلى شعبنا، علشان احنا بجد شعب نستحق انه شعب غني بكل، بالمواهب بالثروات بالخيرات بالمشاعر الانسانية اللي احنا بنمتلكها. بنحب كل الوطن العربي، المواطن العراقي بيحمل طيبة مميزة، بيحمل طيبة من نوع نادر. فاتمنى يا ربي انه تنزح الغمة دي علينا، ويعيش المواطن العراقي حياة مرفهة على الاقل، ويعيش بسلام وبأمان، علشان ده أبسط حقوقه. إن شاء الله، ونتمنى لك بالنجاح إن شاء الله. تسلم يا رب، ميرسي إنك كنت معايا النهاردة. ميرسي.